حكومة فرنسا ستنهار هذا الأسبوع ومستقبل غامض ينتظر. ربما يقول سائل كيف ذلك؟ نعم، البلاد على صفيح سياسي ساخن، والاقتصاد الفرنسي يعاني مع عجز هائل في الميزانية. فماذا يحدث في باريس؟ الحكومة الفرنسية بقيادة ميشيل بارنيه تواجه تصويتا بحجب الثقة قد يجعلها أول حكومة فرنسية ستسقط وتجبر على الاستقالة منذ عام 1962. وزير المالية أنطوان أرمان حذر من حالة الغموض التي تهدد اقتصاد فرنسا، لكن مع إعلان حزب ماري لوبان دعم التصويت مع المعارضة التي توحدت من اليسار وأقصى اليمين للاعتراض على الميزانية التي طرحها بارنيه التي تشمل خطة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، سقوط الحكومة يبدو وشيكا. نعم هو كذلك، فهل سيطلب ماكرون من بارنيه البقاء مؤقتا؟ انهيار الحكومة سيكون له تداعيات تتجاوز فرنسا إلى كل أوروبا التي تعيش حالة من الغموض السياسي مع اقتراب دخول ترامب إلى البيت الأبيض. يبدو أن أوراق ماكرون انتهت، فماذا سيلعب هذه المرة؟ زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.